الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الأربعاء العشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1441 للهجرة. وهذا الدرس في الفقه سيكون هو الدرس الأخير في هذه الدورة، غدا ليس فيه درس إن شاء الله، ثم إن شاء الله نستكمل أيضا شرح هذا المتن في وقت لاحق بإذن الله، يعلن عنه في حينه بإذن الله تعالى، إلى أن ننتهي من شرح هذا المتن بأكمله. كنا قد وصلنا إلى باب القسم والنشوز. قال المؤلف رحمه الله: باب القسم والنشوز. ومراد المصنف بالقسم أي القسم بين الزوجات، وذلك فيما إذا تزوج الرجل على أكثر من امرأة. والنشوز، النشوز معناه المعصية والخروج عن الطاعة، ولذلك يقال نشزت الأرض إذا ارتفعت، فيعني ذلك معصية المرأة لزوجها. وهل يمكن أن يكون النشوز من الزوج وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ معنى ذلك أن النشوز قد يكون أيضا من الزوج، وهذا سنبينه إن شاء الله. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن أحكام القسم. قال: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، ومراد المؤلف القسم يعني المبيت، والعدل بين الزوجات واجب. وقد اشترط الله عز وجل لمن أراد التعدد قدرته على العدل، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا يقدم على التعدد إلا من غلب على ظنه قدرته على العدل بين الزوجات. وعدم العدل بين الزوجات يأثم به الزوج. قد جاء في سنن أبي داود وأحمد بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل. كيف يكون القسم بين الزوجات؟ قلنا بالعدل في المبيت، فيبيت عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة، أو عند هذه ليلتين وعند الأخرى ليلتين، أو عند هذه أسبوعا وعند الأخرى أسبوعا، وهكذا. قال: وعماده الليل، يعني عماد القسم الليل، لأن الرجل يأوي في الليل إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا. فكان هو العمدة في القسم، والنهار تابع له، إلا من كان عمله بالليل فيكون القسم بالنسبة له النهار. بعض الناس مثلا طبيب أو حارس أو يعمل في أي قطاع وعمله بالليل ولا ينام إلا في النهار، فمعنى ذلك أن القسم بالنسبة له يكون في النهار وليس في الليل. قال: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. أي إذا كان لهذا الرجل زوجتان، إحداهما حرة والأخرى أمة، فكما ذكرنا في الدروس السابقة أن الأمة على النصف في الأحكام من الحرة، فمعنى ذلك أنه يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. أما إذا كانت زوجاته حرائر فيجب التسوية بينهن في القسم، إذا قسم لهذه ليلة يقسم للأخرى ليلة. قال: وإن كانت كتابية، يعني حتى وإن كانت الزوجة كتابية فيجب القسم لها، والمسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية أي اليهودية أو النصرانية.
هذا رجل عنده زوجتان، الأولى مسلمة حرة مسلمة والثانية حرة كتابية، هل يجب القسم الكتابية؟ نعم يجب القسم الكتابية كالمسلمة. قال وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، لا يجب عليه المساواة في الجماع لأن هذا غير مقدور عليه، كما قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيدخل فيما لا يستطيع الزوج العدل فيه، ولأن الجماع يتبع المحبة وهذا أمر لا يملكه الإنسان، ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي في ما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يريد بذلك ما يقع في القلب من الميل والمحبة. طيب إذا كانت الزوجة حائض هل يجب لها القسم؟ نعم يجب، لأنه ليس الغرض من المبيت هو الجماع، وإنما الغرض هو السكن والجلوس معها والألفة والأنس، هذا هو المقصود، ولذلك حتى لو كانت حائض أو نفساء فيجب لها القسم. وكذلك أيضا يجب العدل في النفقة والكسوة، فإذا أنفق على هذه ينفق على الأخرى، وكذلك إذا كسى الأولى يكسو الأخرى، وهذا العدل في النفقة والكسوة محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجب التسوية فيه. القول الثاني هو رواية الإمام أحمد أنه تجب التسوية فيه، اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح، لأن هذا من تمام العدل، وعلى هذا فيكون العدل في المبيت والنفقة والكسوة، يكون في هذه الأمور الثلاثة في المبيت والنفقة والكسوة. قال وليس له البداء في القسم، يعني بإحدى زوجاته إلا بقرعة، وهذا يتصور فيما لو سافر مثلا هذا الرجل ثم رجع وقد نسي من وقف من كان الدور عليه، نسي من كان القسم لها قبل سفره، فهنا يقرع بين نسائه. قال ولا السفر بها يعني بإحدى الزوجات إلا بقرعة، إذا أراد أن يسافر بنسائه إما أن يعدل بينهن إذا سافر بهذه يسافر بالأخرى، وإذا كان يشق عليه ذلك فيقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة سافر بها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، والقرعة يصار إليها عند المشاحة والتساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح، فهي طريق شرعي، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، ذكر القرعة في موضعين، ذكر القرعة في موضعين، من يذكرهما؟ الموضع الأول أحسنت، قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فإن بني إسرائيل اقترعوا على مريم كل يريد كفالتها، فاقترعوا وألقوا أقلامهم في النهر بطريقة معينة فيها اقتراع، فخرجت القرعة من نصيب زكريا زوج خالتها فكفلها زكريا، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني نعم فساهم فكان من المدحضين، قصة يونس، يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج معاتبا مغضبا من قومه وركب في السفينة وهاج بهم البحر، كانت طريقتهم أنه إذا هاج البحر ألقوا أولا الأمتعة حتى تخف السفينة، فألقوا الأمتعة ولا زال البحر يهيج، فقالوا بدل ما نموت كلنا جميعا نلقي بعضنا وينجو البقية، فقالوا من نلقيه؟ كل لا يريد أن يلقى في البحر، فقالوا إذا نضع قرعة، فوضعوا القرعة فخرجت من نصيب نبي الله يونس، فأخذوه وألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقالت الملائكة يا ربي عبد معروف من صوت معروف، فنجاه الله تعالى وأمر الحوت بأن يلفظه، فلفظه الحوت وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين الذي هو القرع، و
إلى أن اشتد عوده فرجع إلى قومه وآمنوا. الشاهد أن يونس عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى أن من معه اقترعوا فكانت القرعة من نصيبه، فذكر الله القرعة في القرآن في هذين الموضعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنة في عدة مواضع، ومنها هذا الموضع الذي بين أيدينا أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت القرعة لها سافر بها. إذا من له أكثر من زوجة إذا أراد أن يسافر إما أن يسافر بهن جميعا وإما أن يقرع بينهن. قال وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. يعني لو أن إحدى زوجاته وهبت يومها لإحدى ضراتها فلا بأس، قد تكون مثلا كبيرة في السن أو مريضة أو نحو ذلك فتهب يومها لإحدى ضراتها فلا بأس، أو تهبه للزوج وتقول للزوج اجعله لمن شئت. وهذا قد فعلته سودة، فإن سودة لما تقدم بها السن خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تبقى في عصمته وأن تبقى إحدى أمهات المؤمنين، فوهبت يومها لعائشة. لماذا اختارت عائشة؟ لأنها أحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تدخل السرور والأنس على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. قال وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. إذا كان عنده أكثر من زوجة، مثلا عنده زوجة ثم تزوج بكرا، فالبكر السنة أن يقيم عندها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يبدأ في القسم بينها وبين زوجته أو زوجاته الأخريات. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، من السنة إذا تزوج أن يقيم عند البكر سبعا. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه حديث عهد بعرس، فهي بحاجة إلى أن يجلس معها وأن يألفها وتألفه، والبكر أكثر حياء من الثيب، فلذلك جعل لها سبعة أيام. لكن هذه الإقامة من غير سفر، الناس الآن يربطون الزواج بالسفر، فإذا تزوج بكرا وسافر بها سبعة أيام، سبعة أيام هذه حقها في الإقامة، لكن السفر أمر زائد. انتبه لهذه المسألة الدقيقة التي قد لا تجدها في أي كتاب. يعني الناس الآن إذا تزوج يتزوج ويسافر بالبكر سبعة أيام ويقول هذا حق البكر، هذا حقها صحيح في الإقامة لكن السفر ليس حقا لها، وعلى ذلك يجب عليه أن يقضي هذا السفر لزوجته الأخرى أو زوجات الأخريات. واضح هذه المسألة؟ نعم. أقول البكر إذا أقام عندها يقيم عندها كم؟ سبعة أيام، هذا حق لها، لكن واقع الناس الآن أنه يسافر بها، فاجتمع أمران، الإقامة عندها سبعة أيام وأيضا أمر زاد هو السفر، فإذا سافر بها لابد أن يقضي السفر للزوجة الأخرى. قال وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، إذا كانت ثيبا فلها ثلاثة أيام، أما إذا كانت بكرا فلها سبعة أيام. قال لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثا، متفق عليه. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. لو أرادت الثيب أن يقيم عندها سبعة أيام معنى ذلك لا يكون لها خصوصية، يقيم عندها سبعة أيام ويقضي للبواقي كم يوم؟ لا ليس أربعة أيام، لا سبعة أيام. فإذا الثيب مخير بين أمرين، إما يكون عندها ثلاثة أيام منفردة أو يبقى عندها سبعة أيام ويقضي السبعة أيام كلها لزوجته أو زوجاته، ما يحسب الثلاثة. والدليل لذلك ذكره المؤلف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك هوان على أهلك
إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة بعد 3 أيام أراد أن يخرج فأمسكت بثوبه قالت أين تريد؟ أريد أن يعني تبقى عندي سبعا. قال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، أو 3 أيام تكون هذه خاصة بك. فيقال للثيب اختاري، أما 3 أيام تنفردين بها أو يسبع لك لكن يسبع لنسائه. ثم تكلم المؤلف عن بعض يعني الآداب المتعلقة بالجماع، قال ويستحب التستر عند الجماع، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين. وهذا الحديث رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك مباح، أن التجرد عند الجماع مباح ولا يستحب ولا يقال باستحباب التستر. واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى إني أقول دع لي دع لي. هذا يدل على يعني عدم التستر، لأن من يغتسل يغتسل من غير أن يكون عليه لباس. وحيث أن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول ضعيف، على هذا فالقول الراجح أن التجرد عند الوطء أنه لا بأس به، أنه مباح، أنه مباح ولا بأس به. قال وأن يقول يعني عند الجماع ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. اتفق عليه. وهذه السنة أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا من أسباب صلاح هذا الولد من ابن أو بنت. وهل هذا خاص بالرجل أو تقوله المرأة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أن المرأة أيضا تقوله، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل يقتضي التفريق بينهما. فإن قال قائل نجد هناك من يأتي بهذا الذكر دائما ولكنه يرزق بولد غير صالح، فما معنى قوله إذن عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان؟ نعم نعم، نقول هذا سبب، هذا سبب، وقد يتخلف المسبب، هو سبب كسائر الأسباب، فقد يأتي بالسبب ولا يتحقق المسبب. أرأيت مثل الدعاء، قد تدعو ولا يستجاب لك، قد يأتي الإنسان أحيانا يتحصن بالأذكار ويصاب بسوء، هذه كلها أسباب، فقد يتخلف المسبب، والله تعالى حكيم عليم، فالإنسان يفعل السبب. أرأيت المريض يتعاطى العلاج، قد يشفى وقد لا يشفى، هو أتى بالسبب، قد يشفى وقد لا يشفى. قال فصل وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا، بدأ المؤلف بالكلام عن النشوز وابتدأ بنشوز الزوج. إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، وهذا يحصل خاصة عندما يعني يتقدم السن بالمرأة وتخشى هذه المرأة من أن هذا الزوج يطلقها وتريد أن تبقى عند أولادها وفي بيته وفي عصمته. قال فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان عندها أكثر من زوجة وهذه الزوجة تقدم بها السن، وهذا الرجل يقول يعني ليس عنده الاستعداد أن يبيت عندها وتخشى أن يطلقها، لأنه يقول أنا أريد إما إمساك بالمعروف وتسريح بإحسان، فهنا لا بأس أن تصطلح معه على أن تبقى في عصمته مقابل أن تسقط بعض حقوقها، كان تسقط حقها في المبيت، وهذا يعتبر صلح، فتقول أنا أسقط حقي في المبيت على أن تبقيني في عصمتك ولا تطلقني،
يعتبر هذا صلحا بين الزوجين، وهو الذي أشار الله تعالى إليه في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها، يعني من زوجها، نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ذلك بأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. والصلح خير، يعني كونها تفعل ذلك وتصطلح مع الزوج خير من الطلاق، لكن النفوس مجبولة على الشح وعلى التمسك بالحقوق، ولهذا قال عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت النفوس على الشح. قال رحمه الله: وإن خاف الرجل نشوز زوجته. انتقل المؤلف الكلام عن نشوز الزوجة، ونشوز الزوجة معناه معصية الزوجة لزوجها وتمردها عليه حيث لا تطيعه وتعصيه وتسافر بغير إذنه، وإذا طلب منها شيئا لا تطيعه في ذلك، هذه تسمى ناشز. نشوز الزوجة ذكر الله تعالى له 4 مراحل للعلاج يفعلها الزوج ولا يطلق حتى يأتي بهذه الأمور 4، فلا يلجأ للطلاق إلا عند استنفاذ جميع الحلول. الحل الأول أو المرحلة الأولى من مراحل العلاج، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، ها أكمل، فعظوهن، يعظها الزوج بأن تتقي الله عز وجل في زوجها، ويبين لها عظم حق الزوج وأنها بهذا النشوز آثمة. وبعض النساء، خاصة النساء اللاتي عندهن خوف من الله، تتأثر بالموعظة وتستجيب، فيكون هذا علاجا للنشوز. إن لم يجدي الوعظ انتقل للمرحلة الثانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أكمل الآية، واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع يعني الهجر في الفراش، وليس هجر البيت وإنما هجر الفراش فقط. فتأمل يعني الدقة في العبارة: اهجروهن، ما قال واهجروهن وسجروهن في المضاجع، هو هجر خاص بين الزوجين، وينبغي ألا يعلم به الأولاد وألا يعلم به أهل البيت، هو خاص فقط بهذه الزوجة، لا ينام معها، لا يبيت معها، يهجر فراشها. هذا الهجر ينفع مع بعض النساء، وبعض النساء يشق عليها جدا إذا هجرها زوجها في الفراش، فيكون هذا علاجا لنشوز هذه المرأة. فإذا لم ينفع وعظها ولم ينفع، هجرها في المضجع ولم ينفع، فينتقل للمرحلة الثالثة التي ذكر الله تعالى في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع، أكمل آية، واضربوهن. وهذا الضرب ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يدمي، حتى إن بعض الفقهاء قال إنه كالضرب بعود السواك، لأنه رسالة تربوية لهذه المرأة بأنها مقصرة، وليس المقصود منه التشفي ولا الانتقام. والذي أمر بذلك هو ربنا خالق البشر، وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر. وبهذا يعلم أنه ليس كل ما يأتينا من الغرب يكون صحيحا. الغرب عندهم الضرب جريمة، الجلد والضرب عندهم جريمة، ولذلك يمنعونه بالكلية، ولكن الله تعالى أعلم وأحكم. الله تعالى هو الخالق للبشر، هو الأعلم بما تصلح به أحوال البشر، هو الخالق للرجل والمرأة. فلولا أن هذا أنه علاج لشريحة من النساء لما ذكره الله عز وجل، والله تعالى هو أحكم الحاكمين. لكن بعض الأزواج قد يسيء في الضرب، صحيح قد يضرب ضربا مبرحا، فهذا يعزر من قبل الحاكم، لكن لو كان ضربا غير مبرح هذا رسالة لهذه المرأة بأنها مقصرة. ولا شك أن هذا عند العقلاء خير من الطلاق، هذه المرأة المتمردة على زوجها كونها تضرب ضربا غير مبرح وتتطامن وتعود لبيت الطاعة أحسن من الطلاق الذي يكون سببا في تشتيت هذه الأسرة. فإن لم ينفع، هجرها وعظها ولم ينفع، هجرها في المضجع ولم ينفع، ضربها ضرب غير مبرح ولم ينفع، فينتقل للمرحلة الرابعة من العلاج، وهو التدخل الخارجي من أهل الزوج وأهل الزوجة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هنا
يتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة، فيبعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة وينظران في أسباب الخلاف والشقاء ويسعيان للإصلاح بينهما، فإن لم ينفع فحينئذ يلجأ للطلاق كآخر حل. والطلاق أحيانا يكون حلا لأن استمرار الحياة الزوجية التي لا يتحقق معها المقصود من النكاح، لا شك أن الطلاق خير منه. إذا كانت هذه الحياة الزوجية فيها عنت ومشقة ولا يتحقق معها مقاصد النكاح فالفراق خير حينئذ. والله عز وجل يقول: وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، فهذا الزوج قد يجد زوجة تناسبه والزوجة قد تجد زوجا يناسبها، وهذا نجده في الواقع. أحيانا لا يكون هناك توافق بين زوجين فيطلقها ويتزوج بامرأة يتوافق معها وهي تتزوج بزوج تتوافق معه. والله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن لا يستعجل الزوج في الطلاق، لا بد أن يعالج هذا النشوز بهذه المراحل الأربع التي أمر الله تعالى بها. أشار المؤلف في هذا قال: فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين، يعني لا بد أن يكون الحكمان عدلين يجمعان أو يفرقان، يعني إما أن يجمعان ويقترحان حلولا أو يقولان هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة وهذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل، ولا يمكن إيجاد حل لهما. قال: فما فعل من ذلك لزمهما، يعني إذا رأى الحكمان التفريق فرق الحاكم بينهما، وإذا رأي الجمع جمع بينهما، لقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. الخلع معناه في اللغة مأخوذ من خلع الثوب، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس. والله تعالى قال عن الزوجين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والخلع معناه اصطلاحا فراق الزوجة زوجها بعوض، بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. قال المصنف رحمه الله: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه. يعني يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، وذلك بأن تبذل مالا لهذا الزوج مقابل أن يخالع، مقابل مخالعتها، لكن لا بد أن يكون ذلك لسبب، كأن تكره خلق هذا الزوج بأن يكون هذا الزوج سيء الأخلاق وتكره العيش معه، فهذا يعتبر سبب، يعتبر سببا، فيجوز أن تطلب الخلع لأجل ذلك. فإن بعض الرجال سيء العشرة والمرأة لا تطيق العيش معه فلها أن تطلب الخلع. أو تكره خلقه، تكره خلقه، هذا أيضا يعتبر سبب. وقيل إن هذا هو السبب الذي دفع امرأة ثابت بن قيس لأن تطلب الخلع من زوجها، فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران الزوج. قيل إن السبب أنه كان دميم الخلقة وهي كانت جميلة، قالت: فوالله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي إذا دخل علي. فهنا يعني تراعى مشاعرها، إذا كانت لا تريده لأجل خلقته فلا تجبر على ذلك. ولهذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. إذن إذا كرهت خلق الرجل أو خلقه أو لأجل نقص في دينه، كأن يكون هذا الرجل مثلا يشرب الخمر أو يكون لا يصلي ونحو ذلك، أو خافت إثما بترك حقه لكونها مثلا لا تحبه ولا توده وتخشى أن يلحقها الإثم بترك حقوقه، فلها أن تطلب الخلع. لكن إذا لم يكن ذلك لسبب معتبر شرعا، كأن تطمح لرجل أجنبي وتتفق معه على الزواج بها ثم تخالع زوجها لأجل أن تتزوج بذلك الرجل، هذا لا يجوز.
وهذا مع الأسف مع هذا الانفتاح الذي نعيشه الآن. الآن العالم انفتح بعضه على بعض ووجدت وسائل التواصل، فبعض النساء ربما تكون علاقة مع رجل أجنبي ثم يعيدها ذلك الرجل بالزواج منها إن هي خالعت زوجها، فتخالع زوجها لكي تتزوج بهذا الرجل، هذا لا يجوز. وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد بسند صحيح، وأيضا جاء عند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يعني إذا كان ذلك لغير سبب معتبر شرعا، كما ذكرنا كان تطمح لزوج آخر، تكون علاقة مع رجل ثم تخالع زوجها لأجل أن تتزوج به، هذا لا يجوز، وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد. أما إذا كان لسبب معتبر شرعا فلا بأس به. والأصل في الخلع قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. يعني عند المخالعة يستحب أن الزوج لا يأخذ أكثر من المهر الذي أعطاها إياه. قد جاء في بعض روايات حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الزيادة فلا. ولكن هذه الرواية جاءت عند ابن ماجه بسند ضعيف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يطلب من الزوجة أكثر من المهر الذي دفع، وهذا هو القول الراجح، لا يجوز. وذلك لأن هذه الزيادة على المهر لا مقابل لها، فهي من الظلم، وإنما غاية ما يمكن أن يطالب به أن يطالب بالمهر الذي دفعه فقط. أما أن يطالب بأكثر من المهر هذا فيه ظلم لهذه المرأة. هو الآن يريد حل هذه العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، دفع لها مهرا، دفع لها 40,000 يرجع لها 40,000، لكن يقول: لا، ما أقبل إلا الخلع إلا 60,000. طيب 20,000 مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ وأنت قد دخلت بهذه المرأة واستمتعت بها، لكن أقصى ما يمكن أن يرد عليه مهره. أما الزيادة فلا يجوز، لا يجوز أن يطالب بأكثر من المهر، هذا هو القول الراجح في المسألة. قال: فإن خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى، البينونة إما أن تكون كبرى أو صغرى. كبرى إذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، صغرى كما في الخلع تبين منه لكن تحل له بعقد ومهر جديد. وكما لو طلقها طلقة واحدة وخرجت من العدة وأراد يتزوجها بعقد بانت منه بين الصغرى، تحل له بعقد ومهر جديد. فإذا بالخلع تبين منه بينون الصغرى. فلو خالعها ثم طلقها لم يقع الطلاق، لماذا؟ لأنه لما خالعها بانت منه فصادف الطلاق غير محله فلا يقع. قال: حتى ولو واجهها به، ولو واجهها به. الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟ هذا محل خلاف بين فقهاء، فمنهم من اعتبره طلاقا ومنهم اعتبره خلعا، والقول الراجح أنه فمنهم اعتبره طلاقا ومنهم اعتبره فسخا، والقول الراجح أنه فسخ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بالآية الكريمة، فإن الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة. طيب بعد قوله فإن الطلاق مرتان ذكر عز وجل الخلع، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا، هذا هو الخلع، إلا يخاف حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال: فإن طلقها. ف
فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها الطلقة ماذا؟ الرابعة. أحسنت، واضح وجه الاستدلال. أعيد مرة أخرى، أقول الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. لو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها الطلقة الرابعة، هذا خلاف الإجماع، والعلماء مجمعون على أن المقصود بقول الله فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، معنى ذلك أن الخلع ليس بطلاق. وهذا هو استدلال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كما ترون استدلال قوي، وعلى هذا فالخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق. لكن إذا كان بلفظ الخلع، إذا قال خالعت زوجتي فلانة، أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فقولان لأهل العلم، من أهل العلم ما اعتبره طلاقا وهو المذهب عند الحنابلة، ومن ما اعتبره فسخا، والأدلة الحقيقة متكافئة في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي، ولم يظهر لي فيها، لم يتحرر فيها القول الراجح، فأنا متوقف فيها إذا كان الخلع بلفظ الطلاق. قال فإن خالعها وطلقها بعوض بانت منه، يعني بينة صغرى، ولم يحق طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. قال ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا على ما سبق تفصيله في باب الصداق، والذي تكلمنا عنه بالتفصيل في درس الأمس. قال وبالمجهول، يعني يجوز الخلع بالمجهول، كان تقول اخلعني مثلا ولك أرض أو لك مال، لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك، والإسقاط تدخله المسامحة، هكذا علل الفقهاء. قال فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو فيما بيتي من المتاع ففعل صح، يعني يتسامح في العوض الذي يخالع عليه حتى لو كان فيه جهالة. فلو أتت بهذه العبارة اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي متاع يصح ذلك. قال وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله الأقل، أقل ما يسمى مالا وأقل ما يسمى متاعا. قال فله 3 دراهم، لأن 3 دراهم أقل ما يقع عليه اسم الدراهم، وأقل ما يسمى متاعا عرفا. وإن خالعها لعبد معين فخرج معيبا فله أرشه، كما ذكرنا في الصداق بالأمس، أو رده وأخذ قيمته، وهذا يعني شرحناه في درس الأمس بالتفصيل. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، لو كان هذا العبد مغصوبا أو حرا فيكون له قيمة هذا العبد. ثم ذكر المؤلف ضابطا في الخلع، قال يصح الخلع من كل من يصح طلاقه، كل من صح طلاقه صح الخلع منه، وهذا ظاهر. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، وهو الحر المكلف الرشيد، إذا كان ممن لا يصح تصرفه في المال فلا يصح الخلع منه. هذه خلاصة مختصرة في أحكام الخلع. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. الطلاق معناه في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة وأطلقتها إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال. وتعريف الطلاق اصطلاحا هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح فيما إذا كانت الطلاق 3 أو بعضه لو كان طلقة واحدة أو طلقتين. وأما حكم الطلاق فتدور عليه الأحكام 5، وهذا المصطلح مر معنا، تذكرون في أول درس لما قلنا حكم النكاح تدور عليه الأحكام 5، هذا المصطلح يمر يتكرر في أبواب الفقه. أيضا هنا الطلاق تدور عليه الأحكام 5، ما هي الأحكام 5؟ نعم، الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، هذا معنى الأحكام 5. طيب إذن نبدأ أولا، نقول متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق في حال الحيض أو في حال طهر جامعها فيه، يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض. ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة، وذلك لأنه يهدم كيان أسرة مسلمة ويفوت مصالح النكاح،
ويباح للحاجة، يباح للحاجة كسوء خلق المرأة، تكون المرأة سيئة الأخلاق، سليطة اللسان مثلا، هنا يباح له أن يطلقها. أو تضرر مع عدم حصول الغرض من مقاصد الغرض من النكاح، ويستحب الطلاق عند تضرر المرأة من استدامة النكاح وتشوفها للمخالعة. إذا كانت المرأة ترغب في الطلاق ولو كان عندها مال لخالعت هذا الزوج، هنا يستحب أن يلبي طلبها ويطلقها، ما دام أنها لا تريده يطلقها. ويجب الطلاق، ها متى يجب الطلاق؟ يجب إذا ما طلق يكون آثم، ها متى؟ نعم، إذا كانت تزني، تزني ولم تتب، إذا كانت تزني ولم تتب لا يجوز له أن يبقيها، كما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانة لا ينكح إلا زان أو مشرك. إذا كان يرى امرأته تمارس الزنا والرذيلة فإن تابت جاز له أن يمسكها، أما إن لم تتب مستمرة في هذا الطريق يجب عليه أن يطلقها، وإلا كان ديوثا. طيب إذا كانت لا تقع في الزنا لكنها متساهلة مع الرجال، متساهلة لكنها لا تقع في الزنا، هل يجب عليه أن يطلقها؟ نعم، هذا السؤال سأله رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود، قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ما معنى لا ترد يد لامس؟ متساهلة، لو أتى رجل أجنبي وضع يده عليها ما تقول شيء، تسكت، متساهلة، لكنها لا تزني، لا تزني لكنها متساهلة، يتحرش بها رجل تسكت. قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. يعني في البداية يعني لك أن تطلقها، فلما ذكر مانعا من طلاقها هو أنه يحبها، قال: إذن أمسكها، هذا يدل على طلاقها، ليس واجبا، ليس واجبا. وقد ذكر ابن تيمية وابن حجر وجماعة من أهل العلم أن هذه المرأة لم تكن تزني لكنها كانت متساهلة مع الرجال الأجانب، فهذا هنا إن شاء الرجل طلق وإن شاء أمسك، وإذا رأى المصلحة في الإمساك لا حرج، لكن مع موعظتها والإنكار عليها. أما إذا كانت تزني هنا يجب عليه أن يطلقها، ولا يحل له أن يبقيها، وإلا كان ديوثا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبهذا يتبين الطلاق تدور عليه الأحكام الخمسة. قال: ولا لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. الطلاق لا يكون إلا من الزوج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. وأن يكون هذا الزوج مكلفا، عاقلا، بالغا، مختارا، يعني غير مكره. ولهذا قال المؤلف: ولا يصح طلاق المكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، والمكره مغلق عليه. ويشبه المكره من بعض الوجوه الغضبان غضبا شديدا، والغضب، انتبه لهذه الفائدة، الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغضب اليسير، فهذا يقع معه الطلاق بالإجماع، لأنه ما من مطلق إلا ويصحب الطلاق غضب يسير. يعني هل يرجى من المطلق أن يطلق وهو يبتسم؟ إذا لا بد أن يصحب الطلاق غضب يسير، فهذا يقع معه الطلاق بالإجماع. الحالة الثانية الغضبان غضبا شديدا بحيث يفقد عقله معه، وهذا لا يقع معه الطلاق بالإجماع. وقد كنت أستغرب هذه الحال وأقول: هل يعقل أن الإنسان يغضب حتى يفقد عقله؟ حتى أتاني أحد الإخوة
واستفتى وقال إن زوجتي غاضبتني فغضبت غضبا شديدا حتى فقدت عقلي، ثم لما عاد إلي عقلي أخبرتني بأني طلقت في تلك الحال. فتعجبت كيف يعني ذكرها الفقهاء وهي موجودة لكن حالات قليلة لكن قد توجد. فإذا طلق في هذه الحال لا يقع الطلاق بالإجماع. الحال الثالثة الحال الوسطى وهي الغالب، وذلك بأن يغضب غضبا شديدا لكن لا يزول عقله، عقله معه لكن غضبه شديد. ومن علامات هذا الغضب أن يجد نفسه مدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق كأن أحدا أكرهه. ومن علاماته أيضا أنه لم يكن يخطر بباله الطلاق قبل الموقف الذي استغضبه. ومن علاماته أيضا أنه بعدما يسكن غضبه يندم ندما شديدا. فهذه ثلاث علامات، عيدها مرة أخرى. العلامة الأولى أن يجد نفسه مدفوعا للتكلم بكلمة الطلاق. العلامة الثانية أنه لم يخطر بباله الطلاق قبل الموقف. العلامة الثالثة أنه بعدما يسكن غضبه يندم ندما شديدا. هذه الحال هي الحال الوسطى، وهذه اختلف في العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال على قولين. المذهب عند الحنابل أن الطلاق يقع وهو قول الجمهور، والقول الثاني هو رواية الإمام أحمد أن الطلاق لا يقع، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وقد صنف الإمام ابن القيم في هذه المسألة كتابا قيما عظيما سرد فيه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن الأثار عن الصحابة ومن الأقيسة ومن العقل تدل على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. وسمى هذا الكتاب، من يعرف اسمه؟ نعم، إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان. إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان، هذا هو القول الراجح. ولولا ضيق الوقت لسردنا يعني جملة من الأدلة ذكرها ابن القيم، لكنني أحيلكم على هذا المرجع، إغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان. فالطلاق لا يقع في هذه الحال. ومعظم استفتاءات المطلقين نجد أنهم يكونون في هذه الحال، يكونون عندهم غضب شديد، ولذلك نجد لهم مخرجا بعدم وقوع الطلاق بسبب شدة الغضب. بل ربما يعني لا أبالغ إن قلت يمكن لا يقل عن 90% ممن يستفتي في مسائل الطلاق يوجد له المخرج في الغضب الشديد. فإذا كان غضبان غضبا شديدا وبهذه الصفات التي ذكرت لا يقع طلاقه، ولأن الأصل استمرار النكاح فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. وعلى هذا فالقول الراجح أن طلاق الغضبان في هذه الحال الوسطى أنه لا يقع. قال ولا زائل العقل كالمجنون والمعتوه والنائم فلا يقع طلاقهم، ولا السكران يعني لا يقع طلاق السكران. وهنا المؤلف اعتمد على الرواية الأخرى على الإمام أحمد، وإلا فالمذهب عند الحنابلة أن طلاق السكران يقع، لكن الإمام أحمد كان يقول أن طلاق السكران يقع ثم رجع عن هذا القول. فقد قال الإمام أحمد في رواية الميموني قال كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينته فغلب علي ألا يقع، لأنه لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه. وأيضا قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب قال الذي لا يوقع طلاق السكران إنما أتى بخصلة واحدة، والذي يوقع طلاق السكران أتى بخصلتين حرمها على زوجها وأباحها لغيره. فانظر فقه الإمام أحمد، يعني يقول كونك تقول بعدم وقوع طلاق السكران أسلم، لأنك إذا قلت بعدم وقوع طلاق السكران أبقيتها مع زوجها، لكن إذا قلت إن طلاق السكران يقع فقد أتيت بأمرين، حرمتها على زوجها وأباحتها لغيره. والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله.
فلو قتل وهو سكران يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. لو أتلف يضمن، لكن لو قذف، قذف سكران قذف شخصا بالزنا، هل يقام عليه حد القذف؟ لا يقام، كلامه لغو ولا أحد يعبأ به أصلا. هكذا أيضا لو طلق فأيضا لا يقع طلاقه. فإذا القول الراجع عند المحققين من أهل العلم أن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، وعلى ذلك لا يقع طلاق السكران. قال: ويملك الحر ثلاثة تطليقات، وهذا بالإجماع، فإن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعبد اثنتين، الأصل أن العبد على النصف، فكان المفترض أن العبد يملك كم طلقة؟ طلقة ونصف، لكن الطلاق لا يتبعض، فلذلك يكون العبد اثنتان سواء تحته حرة أو أمة. قال: فمن استوفى عدد طلاقه، يعني طلق ثلاث تطليقات لم تحل له زوجته التي طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لا بد أن تتزوج زوجا مع الوط. أما لو عقد عليها زوج ثم طلقها لم تحل لزوجها الأول. والدليل لذلك القصة التي ذكرناها في درس الأمس، قصة امرأة رفاعة، فإن رفاعة طلقها ثلاثة تطليقات، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وكانت متعلقة بزوجها الأول، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عدد نفر من الصحابة، فقالت: يا رسول الله، إني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأخذت بعباءتها هكذا. وقال أبو بكر: انظروا إلى هذه المرأة لا تستحي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن ليس عنده قدرة على الوط، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصودها، وقال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يطأوك. وهي قد أرادت أن تأتي بحجة، لكن كانت حجة عليها لا لها، لأن يعني تريد أنه لا يطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلين لرفاعة حتى يطأوك عبد الرحمن بن الزبير. وانتشر هذا الخبر في المدينة، فأتى عبد الرحمن بن الزبير مسرعا ومعه ابنان، فقال: كذبت يا رسول الله، إنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذان ابناك؟ قال: نعم. قال: لهما أشبه بك من الغراب للغراب. هذا دليل على قدرته على الوطء، تزوج ووطئ وأتاه ابنان يشبهان شبها شديدا، فهذا يدل على كذب هذه المرأة وأنها تريد أن ترجع لزوجها. فإذا تزوجت بزوج آخر لا بد أن يطأها وأن ينكحها نكاح رغبة. تكلمنا بالأمس عن نكاح المحلل والمحلل له، وقلنا إنه محرم ولا يبيحها لزوجها الأول. قال: ولا يحل جمع الثلاث، لا يجوز للرجل أن يجمع ثلاث طلقات، بل إن هذا من تعدي حدود الله. وما نسمعه من بعض العامة أن يطلق امرأة ثلاث تطليقات في وقت واحد، هذا من تعدي حدود الله، يقول: أنت طالق طالق طالق، لا يجوز هذا، أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا لا يجوز، أو طالق بالثلاث، لا يجوز. إنما إذا أراد أن يطلق يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وأيضا له الخيار ما دامت في العدة أن يراجعها متى ما أراد، ثلاث حيض إن كانت من تحيض، أو ثلاثة أشهر يراجع نفسه إن أراد أن يراجعها. ولذلك لو اتقى الله تعالى المطلق لم يحتاج أصلا إلى أن يستفتي، لأنه سيطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله الحق في إرجاعها طيلة ما دامت في العدة. لكن بعض الناس يستعجل، إذن يحرم أن يطلقها ثلاثة تطليقات، لكنه إذا طلق ثلاث تطليقات وقع. وهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يقول: طالق ثم طالق ثم طالق، فتقع ثلاثة تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. انتبه، أعطيك خلاصة قد لا تجدها في كتاب، لو قرأت في كتب تجدها كلام فيها متشعب. الصورة الأولى أن يقول: طالق ثم طالق ثم طالق، يقع ثلاث تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية أن يقول: طالق 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 بدون ثم، فننظر لنيته، إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن نوى واحدة لكنه
أراد بالتكرار التأكيد فتقع واحدة. فإن بعض الناس يقول طالق ثم يكرر 10 مرات طالق 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 طالق، يريد التأكيد وما قصد إلا واحدة، يقع واحدة. أما إذا نوى 3 يقع 3. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقول أنت طالق بالثلاث أو طالق 3. وهذه الصورة اختلف فيها العلماء على قولين، فمنهم من قال أنها تقع 3 تطليقات ومنهم من قال أنها تقع 1. جمهور أهل العلم على أنها تقع 3. هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنها تقع 1 هو رواية عن الإمام أحمد. والقول الراجح أنها تقع 1 لأن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق 3 واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. فهذا اجتهاد من عمر، ولكن الصواب وما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر الصديق من اعتبار 3 واحدة. وبما يدل لذلك أن اللغة العربية تقتضي اعتبار جمع 3 واحدة. فلو أنه في اللعان، فاللعان مطلوب من الزوج أن يقول أشهد بالله إنها إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا، ويكررها كم مرة؟ 4 مرات. لو قال أنا لن أكرر 4 مرات سأقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا 4 مرات، هل يكفي؟ لا، لا بد من التكرار. طيب لو أن رجلا قال الأذكار التي بعد الصلوات بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أكررها 33 مرة، أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وامشي. ها؟ إذن اللغة العربية تقتضي التفريق بين التكرار وبين جمعه في كلمة واحدة، وهذا يؤكد رجحان هذا القول، وهو أنه إذا كان بكلمة واحدة أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. فهذه هي الصورة الثالثة. إذن أعيد الصور مرة أخرى. الصورة الأولى أن يقول طالق ثم طالق ثم طالق تقع 3. الصورة الثانية طالق 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 إن نوى 3 تقع 3، نوى 1 تقع 1. الصورة الثالثة أن يقول طالق بالثلاث فتقع 1 حتى لو نواها 3 على القول الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله قال ولا يحل ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. طلاق الحائض، طلاق الحائض محرم بالإجماع، وقد ذكر المؤلف الدليل. قال لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فإن بدا له نطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وهذا في الصحيحين. طلاق الحائض محرم، لكن اختلف الفقهاء هل يقع أو لا يقع. القول الأول أن طلاق الحائض يقع، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وعده ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. القول الثاني أنه لا يقع، وقد قال به بعض أهل العلم، ومن أبرز من قال به أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. والقائلون بأنه يقع وهم الجمهور استدلوا بقصة ابن عمر، فإنه قد جاء في إحدى الروايات كما في صحيح البخاري قال ابن عمر قال حسبت علي تطليقة، وهذا في البخاري حسبت علي تطليقة. أما أصحاب القول الثاني فقالوا إنه لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد خالف وطلق طلاقا محرما. وقالوا إن ابن عمر لم يقع طلاقه لامرأته، وأن قوله حسبت علي لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام، لعله عمر أو لعل ابن عمر حسب على نفسه. والقول الراجح هو قول الجمهور وهو أنه يقع،
وأما القول بأنه لعله حسبها عمر أو حسبها ابن عمر فهذا بعيد كما قال ابن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه لابن عمر وهو المرشد له، وقد غضب لما أخبر بطلاق امرأته، فيبعد جدا أن الذي يحسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي قال إن طلاق الحائض يقع في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالرافضة ونحوه. وأيضا قال ابن المنذر إنه لم يخالف في ذلك إلا الشواذ، فاعتبروا القول بعدم وقوع الطلاق قولا شاذا. وعلى هذا فالقول الراجح والله أعلم هو القول بأن طلاق الحائض يقع، لكن مع ذلك الحق أن المسألة فيها خلاف، وأن القول الثاني قال بها أئمة، يكفي أنه قال به الإمامان ابن تيمية وابن القيم، تبقى المسألة خلافية. ولذلك لو أفتى مفتن أو حكم حاكم بعدم وقوع الطلاق فلا شك أن هذا له اعتباره. ويوجد الآن بعض كبار أهل العلم المعاصرين من يفتي بعدم وقوع طلاق الحائض، ولكننا نحن الآن يعني نتباحث فيها من الناحية يعني النظرية، أما من ناحية الفتوى فقولان لأهل العلم. قال: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعه حتى تنقضي عدتها. السنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة، وهذا بالإجماع. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال، وذلك لأنه وصف الطلقة بصفتها المشروعة فتقع. وإن كانت في طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر، لو قال أنت طالق للسنة وكانت في طهر جمعها فيه لا يقع حتى تحيض ثم تطهر، وإن قال ذلك للحائض لم يقع في الحال لأن طلاقها طلق بدعة لكنه يقع بعدما تطهر. وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال، لأنه وصف الطلقة بوصف كان موجودا وقت تكلمه بالطلاق فيقع. وإن لم تكن كذلك، يعني بأن لم تكن في طهر لم يجامعها فيه، لم تطلق حتى يصيبها، يعني حتى يجامعها أو تحيض. إذن السنة لمن أراد أن يطلق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. قال: فأما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. غير مدخول بها أصلا ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير مدخول بها أصلا يجوز أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا طلاق ولا سنة لطلاقها، وتبين مباشرة وليس عليها عدة. والحامل التي تبين حملها، يعني يريد المؤلف أنه لا سنة لطلاق الحامل ولا بدعة، ولكن هذا محل نظر، إذ أن الأدلة قد دلت على أن طلاق الحامل من السنة، ولهذا جاء في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن طلاق الحامل من السنة، فالصواب خلاف ما ذكره المؤلف، طلاق الحامل من السنة، لكن الأحسن للزوج أن لا يطلقها وهي حامل، لأن المرأة إذا كانت حاملا فإنها تكون يعني حملته كرها، تعاني من ثقل الحمل، تعاني من ثقل الحمل وتضيق نفسها، حملته أمه كرها. فالأحسن يعني من باب الإحسان لهذه المرأة أن ينتظر حتى تضع ثم تخرج من النفاس ثم يطلقها بعدما تطهر من النفاس. ولذلك إمساكهم بمعروف وتسريحهم بإحسان، إذا أراد أن يسرحها بإحسان، لكن مع ذلك لو طلقها وهي حامل فهذا الطلاق من السنة وليس من طلاق البدعة. قال: والآيسة من الحيض والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، لأنه يجوز طلاقها في أي وقت من الأوقات، فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. والآيسة والتي لم تحض كم عدتها؟ 3 أشهر،
كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ولذلك لا سنة ولا بدعة لطلاقها. طيب، ثم تكلم المؤلف عن صريح الطلاق وكنايته، ونريد يا أخوان أن ننتهي من كتاب الطلاق لأن غدا ليس فيه درس، فنريد أن نتعجل درس الغد اليوم، وإن شاء الله لن نطيل كثيرا، لكن حتى نضبط الموقف فلعلكم يعني تتحملون إن شاء الله حتى ننتهي من كتاب الطلاق، وأنتم إن شاء الله على خير. طلب العلم الاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. قال: صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. صريح أن يقول: أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، هذا يعتبر صريح الطلاق، ويقع الطلاق به بالإجماع. فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، حتى وإن لم ينوه، هذا ظاهرا أمام القاضي، وأما فيما بينه وبين الله فعلى حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان لم ينوي فلا يقع في أرجح قول العلماء، لكن ظاهرا وأمام القضاء فيعتبر طلاقا وإن لم ينوي. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية، يعني ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق هذا يسميه الفقهاء كناية، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. ألفاظ الكناية: لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. من يذكر لنا أمثلة لألفاظ الطلاق الكنائية؟ نعم، أن يقول لك امرأة فيقول لا. طيب، نعم، لا أريدك، صحيح، اذهبي لأهلك، أنت خلية، حبلك على غاربك، كل هذه ألفاظ كنائية، كل هذه ألفاظ كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى طلاقا، فإن لم ينوي طلاقا لم يقع. طيب، إذا كتب رسالة لزوجته عبر الجوال: أنت طالق، هل نعتبر هذا من الصريح أو نعتبره من الكناية؟ نعم، نعم، هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم اعتبره صريحا كما لو نطق، وقال بعض أهل العلم إنه يعتبر كناية، لأن الكتابة تختلف عن اللفظ، فيحتمل أن يريد به شيئا آخر، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه كناية، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فنقول: ماذا أردت بهذه الرسالة؟ فإذا قال: والله ما خطر ببالي الطلاق، لكن يعني كانت موجودة عندي وأردت أن أخوفها، أو أردت كذا، أو ما نويت الطلاق أصلا، ولو أردت أن أطلقها لتكلمت وقلت لها: أنت طالق، فلا يقع طلاقا. إذن إذا أرسل الطلاق كتابة لزوجته فالقول الراجح أنه يعتبر من الكناية، وهنا ننظر لنيته، النوى به الطلاق وقع طلاقا، أما إذا لم ينوي به الطلاق لم يقع طلاقا على القول الراجح. قال: فلو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، ينوي الكذب لم تطلق، لأن هذا خبر. إذا قيل: ألك امرأة؟ قال: لا، هنا ينوي الكذب ولا يريد الطلاق، لا يقع الطلاق. وإن قال: طلقتها، طلقت وإن نوى الكذب. إن قال: طلقتها، طلقت، لأنه أتى بلفظ الصريح. وإن قال لامرأته: أنت خلية، يعني أتى بألفاظ الكناية، أنت خلية أو برية أو باين أو بتلة أو بتلة، ينوي بها طلاقة، طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، هذه يسمونها الكنايات الظاهرة، فتقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة أو اثنتين، وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. والقول الراجح في ألفاظ الكناية أنه بحسب نيته، إن نوى ثلاثة وقعت ثلاثة، وإن نوى واحدة وقعت واحدة. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. إن قال لزوجته: أنت بالخيار، إن شئت اختاري الطلاق وإن شئت اختاري البقاء معي، فاختارت الطلاق تطلق طلقة واحدة. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء، إن سكتت أو اختارت الزوج لم يقع شيء،
وذكر المؤلف الدليل، قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، يعني أنه لم يكن طلاقا. هذا وقع، يعني هذه قصة وقعت لبيت النبوة، أكمل وأطهر البيوت، البيت المثالي. يعني هذا في الحقيقة فيه سلوة للأزواج والزوجات، إذا كان هذا وقع في البيت المثالي بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك بغيره. أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا واشتكينا ما يجدنا من الفقر وشظف العيش، ثم اتفقنا أن يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعات، يطالبنا مطالبة جماعية بزيادة النفقة. فاجتمعنا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب وهذا الكلام بهذه الطريقة غضب غضبا شديدا، فأقسم بالله العظيم لا يدخل عليهن شهرا كاملا. ثم ذهب إلى مشربة له، شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأتى عمر فزعا وأتى لابنته حفصة قال أطلقك يا رسول الله؟ فوجدها تبكي، قالت ما أدري. ذهب لأم سلمة وقالت يا ابن الخطاب ما بقي إلا أن تدخل بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته، وتكلم معها، ثم يعني عاتب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغضبنهم. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده غلامه ووجده في مشربة له، فقال استأذن لي عليه، فاستأذن فدخل فوجده في مشربة، يعني في مكان صغير. ولما دخل وجد عنده قبضة من شعير، فبكى عمر قال ما يبكيك؟ قال أنت رسول الله وخيرته من خلقه، وأنت في هذا المكان وليس عندك إلا قبضة من شعير، وكسرى وقيصر يتمتعان بالقصور والأنهار والأموال. قال عليه الصلاة والسلام أوه في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال يا رسول الله، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا مهموما أراد قال لأقولن كلاما أضحك به رسول الله. فقال يا رسول الله أرأيت لو ضربت زوجتي وكسرت عنقها أتقتصون مني؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن من كان مغضبا أو مهموما ينبغي أن يباسطه من معه ويأتون له بما يضحكه ويزيل عنه الهم. ثم قال عمر يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. فحمد الله وكبر وفرح فرحا عظيما وخرج إلى الناس وقال لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وأنزل الله تعالى قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر فأنا من الذين استنبطته. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يؤتى له بالطعام والشراب، لا يدخل على نسائه شهر كامل. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة، أول من دخل عليه من زوجات عائشة، فقالت يا رسول الله بقي يوم، والله إني لا عدهن عدا. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29، يعني كان الشهر وافق أن 29 وليس 30. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تتعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم قرأ قول الله تعالى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذهب لبقية أزواجه وخيرهن واحدة واحدة، وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضهن. أقول إذا كان هذا حصل في بيت النبوة البيت المثالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأزواج وزوجاته أمهات المؤمنين خير الزوجات، ومع ذلك حصل ما حصل وبقي شهرا كاملا لا يدخل عليهن من العتب والغضب، ما بالك بغيره. ولذلك البيوت يحصل فيها ما يحصل من الخلافات، المقصود أنها ينبغي أن تحتوى هذه الخلافات وأن تعالج. والخلاف لا بد منه، لا بد أن يقع خلاف بين الزوج وزوجته، لكن المهم هو احتواء هذا الخلاف ومعالجته وألا يؤدي إلى الشقاق وإلى الفراق.
الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يعتبر ذلك التخيير طلاقا، وهذا معنى قول المؤلف أو اختارت زوجها أو لم تختار لم يقع شيء. قال وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله له لها فيما بعده، قياسا على الإجابة والقبول، فتختار وهي في المجلس. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها، يعني معنى ذلك أنه وكلها في تطليق نفسها، فإذا طلقت نفسها طلقت ما لم يفسخ، يعني هذا الحق، ما لم يفسخ هذا الحق. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الطلاق المعلق. قال باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، وهذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلق، وهذا يقع كثيرا عند العامة، يقول إن خرجت للسوق فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق، أو ما نراه ونسمعه في بعض مجالس العامة مع الأسف الشديد، يقول لصاحبه إن لم تأكل ذبيحتي فعلي الطلاق، أو إن لم يكن هذا الخبر صحيح فعلي الطلاق، أو إن لم تأخذ هذا المبلغ فعلي الطلاق. هذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلق، هل يقع الطلاق به أو لا يقع؟ وبعض الناس يعتبر أن المرجلة لا تكون إلا إذا طلق، حتى لو حلف بالله ما يصدقون حتى يطلق، وهذا من الجهل، هذا من التلاعب بحدود الله، فينبغي الإنكار على هؤلاء. لكن الذي يهمنا هنا هو هل يقع الطلاق بهذا الطلاق المعلق بهذه الصيغة المعلقة أم لا. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أن الطلاق يقع، وهو قول أكثر العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فلو قال عليه الطلاق أنك تفعل كذا، عليه الطلاق أنك تأكل ذبيحتي، عليه الطلاق أنك تأخذ هذا المبلغ، عند أكثر أهل العلم أنه يقع الطلاق، وهذا القول ينبغي إبرازه، هو طلاق أكثر الفقهاء. القول الثاني في المسألة أنه بحسب نيته، إن نوى الطلاق وقع طلاقا، أما إن لم ينوي الطلاق وإنما نوى حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا لم يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. هذا القول تبناه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد كان في زمنه قولا مستغربا، بل أوذي ابن تيمية بسبب هذا القول، ولكن سبحان الله في وقتنا الحاضر أصبحت عليه الفتوى في العالم الإسلامي، جميع دول العالم الإسلامي الآن تفتي برأي ابن تيمية في الطلاق المعلق، فرجعت الأمة إلى هذا القول وأصبحت عليه الفتوى، وهذا يدل على يعني عظمة هذا الإمام رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإذا لم ينوي الطلاق فكيف نوقع عليه الطلاق وهو لم ينويه؟ هو يقول ما أردت الطلاق، أردت الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، لكن يكون عليه كفارة يمين. وعلى ذلك فنقول لا يقع طلاقا في هذه الصور ويكون عليه كفارة يمين، لكن ينبغي إبراز قول جمهور للعامة، وأن نبين لهؤلاء بأن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، ولكن من حيث التحقيق والقول الراجح أنه لا يقع طلاقا ولكن يكون عليه كفارة يمين، وهذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلق. قال ولا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، يعني إن طلق قبل الزواج لم يقع. رجل شاب قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال عليه الطلاق بكذا، لا يقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، وقال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ثم ذكر المؤلف أدوات الشرط. قال وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة، يعني يثبت بها الطلاق، ثبت حكمها عند وجود شرطها، ثبت حكمها عند وجود شرطها. ممثل المؤلف لهذا قال فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، إذا قال إن ذهبت للسوق فأنت طالق طلقت، إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فإنها تطلق، وهكذا بقية الأدوات. لكن بالنسبة لكلما قال وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، لأن كلما تقتضي التكرار.
وإن كانت نافية، يعني إن كانت أداة الشرط نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وعلى ذلك لا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما لأنها على التراخي. قال وسائر الأدوات على الفور إذا كانت منفية عدا إن، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها، لأن كلما تقتضي التكرار. هذه مسائل نادرة الوقوع في زمننا لكن الفقهاء يذكرونها، وربما أنها كانت شائعة في زمنهم لكنها يعني نذكرها لأنها ربما أيضا تقع، ربما يقع مثل هذا، تقع الطلاق مثل هذه الصيغة. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به، قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، ولدت توأما تطلق بالأول أما الثاني فصادف محلا بائنا ولذلك لا تطلق به. وإن قال إن حظت فأنت طالق طلقت بأول حيض لأن الصفة وجدت، فإن تبين أنه ليس بحيض كأن يكون دم فساد مثلا لم تطلق به. فإن قالت قد حظت فكذبها طلقت، لأن المرأة يقبل قولها في حق نفسها لقول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإن قال قد حظت فكذبته طلقت بإقراره لأنه أقر بما يوجب طلاقها. فإن قال إن حظت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حظت فكذبها طلقت دون ضرتها لأن قولها مقبول في حق نفسها دون غيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، وهذا بالإجماع، عقد على امرأة ولم يدخل بها تبين طلقة واحدة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. هذا يعني بينا هذا بالتفصيل، إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا، وقلنا إن القول الراجح أنها تقع واحدة، أو أنت طالق وطالق وطالق هذه تقع ثلاثا، وهذه ذكرناها بالتفصيل في الباب السابق. وإن أوقعه مرتبا كقوله طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق وأنت طالق أي تقع ثلاثا، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشبه هذا، لم يقع بها إلا واحدة إذا نوى واحدة، لأن ما بعد الطلقة الأولى وقع على المرأة وهي ليست في عصمته، هذه إذا كانت غير مدخول بها، إذا كانت غير مدخول بها، يعني الرجل عقد على امرأة ثم قال أنت طالق ثم طالق، إذا قال أنت طالق بانت منه، إذا قال ثم طالق ما له قيمة، ثم طالق لماذا؟ قد بانت منه ما له قيمة، هذا معنى كلام المؤلف. هكذا لو قال طالق فطالق ما يعني الثانية ما له قيمة لأنها تبين بالطلقة الأولى، فغير مدخول بها تبين بالطلقة الأولى. طيب إذا كانت مدخولا بها، قال ولو كان مدخولا بها وقع بها جميع ما وقعه، ونحن ذكرنا ثلاث صور لذلك في الباب السابق. ومن شك في الطلاق أو عدده فإنه يبني على اليقين، يعني شك هل طلق طلقة أو طلقتين فيبني على اليقين، فاليقين أنه طلق طلقة والثانية مشكوك فيها فلا تقع. أو الرضاع أو عدده، شك هل كان الرضاع خمس رضعات أو أقل فيبني على اليقين، ولذلك قال المؤلف بنى على اليقين بأن يحسب ما هو جازم به ويطرح ما شك فيه. وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ين واحدة بعينها خرجت بالقرعة، قال إحدى كن طالق الآن طلق، طيب من هي؟ قال ما عينت، هنا يقرع بينهن وتخرج إحداهن بالقرعة. وإن طلق جزء من امرأته مشاعا، يعني كربعها أو نصفها أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها، لماذا؟ لأن الطلاق لا يتبعض، إلا الظفرة والسنة والشعر والريق والدم ونحوه لا تطلق الزوجة به لأن هذه تعتبر منفصلة، أعضاء منفصلة. طيب إن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا فإنها تطلق طلقة واحدة لأن الطلاق
لا يتبعض. آخر باب معنا وهو مرتبط بالطلاق لا بد أن نأخذه حتى نقف عند باب العدة وكلام عنه إن شاء الله لن يطول. قال: باب الرجعة. الرجعة بفتح الراء وكسرها. قال الجوهري: الفتح أفصح. والرجعة معناها إعادة مطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن يعني طلقها طلقة أو طلقتين في عدتها، لا زالت في العدة، إلى ما كانت عليه بغير عقد. مثال ذلك: رجل قال لزوجتي أنت طالق، فله أن يراجعها ما دامت في العدة. العدة هي ثلاث حيضات، يراجعها اليوم أو غدا أو بعد شهر أو شهرين، المهم قبل أن تحيض الحيضة الثالثة يقول راجعتك ويشهد شاهدي فترجع. هذا معنى الرجعة. والشهود لا يجب، لا يجب الإشهاد لكنه يستحب. فلو قال راجعتك يكفي هذا. سيأتي بيان ما يحصل به الإرجاع. ولكن إذا أراد الرجل أن يرجع زوجته لا بد أن يريد الإصلاح، كما قال الله تعالى: وبعولتهن في ذلك حق، وبعولتهن حقه بردهن في ذلك. أكمل الآية: إن أرادوا إصلاحا. أما إذا أراد الإضرار فلا يجوز. قال: وإذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، كما قلنا طلقة أو طلقتين، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة. وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة كيف تكون الرجعة؟ بين المؤلف كيف تكون الرجعة. قال: أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهد أني راجعت زوجتي، أو رددتها، أو أمسكتها. فيقول الاثنين: اشهدوا أني راجعت زوجتي فلان، راجعت أو يقولها راجعتك بحضور شاهدين، ولا يحتاج إلى مأذون، يقول راجعت زوجتي فلان ترجع مباشرة، لكن يستحب أن يشهد شاهدين من غير ولي ولا صداق. يعني لا يحتاج لا ولي ولا صداق، لا مهر ولا صداق يزيده ولا رضا، حتى بغير رضا. لو قالت المرأة: لا أرضى أن ترجعني، ليس لها ذلك، فلا يحتاج لا صداق ولا ولي ولا رضا، لأنها لازالت زوجة وفي حكم الزوجة. طيب: وإن وطئها كانت رجعة، يعني ما قال راجعتك لكن جامعها، هل يحصل الإرجاع بالوط؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول أن الإرجاع يحصل بمجرد الجماع ولو لم ينوه إرجاعا، لو لم ينوه رجعة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه لا تحصل الرجعة بالوط حتى لو نواه، وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثالث التفصيل، فإن نوى بهذا الوط الرجعة رجعت، وإن لم ينوي بها الرجعة لم ترجع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح، وقد اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. إذن القول الراجح أنه إذا نوى بالجماع الرجعة فإنها ترجع، أما إذا لم ينوي بها الرجعة فإنها لا ترجع. قال: والرجعية زوجة. الرجعية زوجة، ويترتب على ذلك جميع أحكام الزوجة، ومن ذلك قال: يلحقها الطلاق والظهار. لو طلقها مرة ثانية يقع الطلاق، لو ظهر منها يلحقها الظهار. ولها التزيل لزوجها والتشرف له، بل يستحب لها ذلك أن تتزيل لزوجها لعله أن يرجعها. وله وطئها لكن بشرط أن ينوي الرجعة والخلوة والسفر بها لأنها زوجة. وأيضا لو مات أو ماتت هل يحصل التوارث؟ نعم يحصل التوارث، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، يعني تحسب عليه الطلقة السابقة أو الطلقتان. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه، يعني طلقها الزوج الثاني وتزوجت الأول، رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. نوضح هذا المثال. هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا آخر، ثم إن الزوج الآخر طلقها وتزوجها زوجها السابق، هل تحسب عليه الطلقة الأولى أو لا تحسب؟ تحسب. هذا معنى كلام المؤلف أنها تحسب، ولهذا قال المؤلف: رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. وهذا هو المأثور عن الصحابة. وإن اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. لو اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قول الزوجة، وذلك لأنها مصدقة في دعواها لقول الله عز وجل: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. إذا لم يكن عند الزوج بينة، ما كان عند الشهود، والزوج يقول إنني قد راجعتك والزوجة تنكر، فالقول قول الزوجة. وإن كانت لها بينة يعني تثبت أنه راجعها حكم لها له بها. إن كانت له يعني للزوج بينة، قال أشهد شاهدين على أنه راجعها، فيحكم بمقتضى هذه البينة. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه، يعني إن كان راجعها ثم تزوجت ردت إليه، سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. وهنا مسألة مهمة لعل نختم بها هذا الدرس، وهي كتمان الرجعة. هذه أحيانا الزوج يطلق زوجته ثم وهي في العدة يراجعها ويشهد شاهدين ويطلب من الشهود كتمان ذلك ويسكت، حتى إذا خرجت من عدتها وتزوجت اعترض، قال لا أنا راجعتك، يريد الإضرار بها وإفساد زواجها من الثاني. واضح؟ فما الحكم؟ هذا يفعله بعض الأزواج، يريد الانتقام منها، يقوم قبل أن تنتهي عدتها يراجعها ويشهد شاهدين ويكتم ذلك، حتى إذا تزوجت قال لا أنا راجعتك أصلا، كيف تزوجي وأنا راجعتك؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. ظاهر كلام المؤلف والمذهب أن زواجها من الثاني لا يصح وترجع لزوجها الأول، تكون في عصمة الأول. وذهب بعض العلماء إلى أن الرجعة لا تصح مع الكتمان، وأن زواجها من الثاني صحيح، وإرجاع زوجها غير معتبر في هذه الحال ما دام قد كتمه ولم يخبرها أو وليها بذلك. وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والأوزاعي والليث، وهو مذهب المالكية، وقد اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا روي ذلك عن الإمام أحمد. قالوا لأن الله تعالى ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة بالرجعة، ذكر أن يكون ذلك لإرادة الإصلاح. قالوا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أكمل الآية، إن أرادوا إصلاحا. وهذا الزوج يريد أن يرجعها بقصد الإضرار وليس بقصد الإصلاح، فلا ترجع له. وهذا هو القول الراجح، وهذا الذي اعتمدته عندنا المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، وأصدرت في هذا مبدأ قضائيا عمم على المحاكم أن يعتمدوا هذا القول، لأنه حصل إشكالات في هذه المسألة، فالمحكمة العليا عندنا في المملكة اعتمدت هذا القول، وهو أن الزوج إذا كتم الرجعة ولم يخبر الزوجة ولا وليها فإن هذه الرجعة لا تعتبر وتستمر في نكاحها مع زوجها الثاني. وهذا فيه تأديب لهؤلاء الأزواج الذين يريدون الإضرار بهؤلاء النسوة. فهذا إذن هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في هذه الدورة في درس الفقه، وشرحنا والله الحمد كتاب النكاح كاملا والخلع والطلاق كاملا، ونقف عند باب العدة نفتتح بها إن شاء الله دورة قادمة بإذن الله عز وجل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.